السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. هنتكلم في التفصيل بواقعة إيمان سامي اللي هي المشهورة بماريا في العراق. نفى أخوها أنجام ما تم تداوله بشأن تغيير دينها قائلا أن هذا غير صحيح بالمرة، ولكنه قام بقتلها لعندها وعدم سماحها الكلام. قال إن هو عمل خطة للإيقاع بها عند كافيتيريا في شارع الغزالي بأربيل، وكان معاه عمه، وقال ان هي قومت وما كانتش عايزة تطلع للعربية وحاولت الهروب بسبب القاء نفسها على الارض من داخل العربية، واثناء ذلك هو خرج المسدس اللي كان مخبيه واطلق نحو 8 رصاصات عليها، وقال ان هو اشترى مسدس من سوق الاسلحة في اربيل لاغراض شخصية. وشكل مقتل الشابة ايمان سامي ماريا في وقت متأخر من الليلة الاحد صدمة في محافظة اربيل. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتلها، خاصة وأن أحاديث متداولة عن تغيير دينتها، مما فتح الباب واسعا أمام تأويلات تتعلق بحياتها. قتلت إيمان سامي البالغة من العمر 20 عام المعروفة بماريا في الساعة 11 مساء في شارع 100 متر بالقرب من تقاطع مطار أربيل الدولي، واعتقلت الشرطة عمها، فيما ذكر والدها في تسجيل صوتي أن ابنه يقف وراء القتل لأنه لم يحتمل نشاطات شقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي وتركها البيت منذ عامين. قالت صديقتها ان الحديث عن تغيير الدين غير حقيقي، وقالت ان هي اخذت القلادة اللي بتحمل الصليب من قبل امرأة مسيحية عجوز عمياء كمكافأة عندما امسكت بيدها وعبرت احد شوارع بها. يعني كده اللي انا فهمته ان هي كان معاها صليب وعدت بيه الشارع، فالناس قالوا ان هي غيرت دينتها، الله اعلم. واضافت هزان ياسين قالت ان هي في بعض الاحيان كانت بتصلي لكنها غالبا ما كانت تشتكي بسبب وضعها السيء.